استقبلنا أول يوم وثاني يوم عدد كبير من الإصابات بالزلزال، وكان في وفيات عدد كبير، حوالي 395 حالة وفاة وصلت للمشفى. عدد الإصابات اللي استقبلناها من الزلزال حتى اليوم 3300 مريض على الأقل، والعدد في ازدياد لأنه في شيء صار يدخل في عقابيل إصابة الزلزال من تنازرات هرسية ومن قصور كلوي. طبعا عدد الأسرة هو محدود في المشفى، والقطاع الصحي بالأساس هو متهالك، كان المشافي بنيتها التحتية جدا ضعيفة غير قادرة على استيعاب هذا الحجم من الكوارث. توزعنا الحالات على معظم المشافي، وكانت منظومات الإسعاف حتى عاجزة عن نقل هاي العدد الكبير من الحالات، ولحد الآن عم نعاني نتيجة الاستنزاف الكبير على الصعيد الإمداد وعلى الصعيد حتى الكوادر البشري، لأنه خسرنا حوالي 6 أشخاص من كادر المشفى مع عائلاتهم، بالإضافة لعنصرين خسروا عائلاتهم عندنا بالمشفى. دكتور، كيف القطاع الطبي قدر يستوعب هاي الهيك؟ شو عملتوا؟ هلا بالبدايات حاولنا نوزع الإصابات قدر الإمكان على المشافي كلها. القطاع الطبي استنفرنا جميع الكوادر المناوبة وغير المناوبة، بالإضافة للمتطوعين من بقية من القريبين الساكنين القاطنين بالأماكن المجاورة للمشفى والقريبين، وضغط كبير واستنزاف كبير للكوادر بصراحة. يعني استيعاب هو المرحلة الأولى، الصدمة الأولى هلأ تجاوزناها، بس هلأ بلشنا بالعقابيل أو الصدمة الثانية. يعني كيف حال المرضى حاليا؟ المرضى في حالاتهم تتراوح من الإصابات الخفيفة إلى الإصابات الشديدة اللي تحتاج إلى استجدال للكسور العظمي الموجودة، إلى الإصابات الأشد اللي هي تنازرات هرسية وممكن في بعض منها يتطور لبتور، وإصابات الأشد اللي دخلوا في حالات قصور كلية مهدد للحياة. والله الوضع كارثي، إصابات كانت كثيرة تفوق قدرة أي مشفى، الأعداد بالعشرات، بكل 4 5 دقائق بالعشرات، شيء لا يوصف، كارثي كارثي كبير كثير. يعني الأسرة، الأراضي، على البطانيات، على الشازلونات، على الكراسي، إصابات بشكل كبير. نحاول قدر المستطاع طبعا، من الشباب من خارج المشفى، متطوعين شباب ما مداومين، أطباء، ممرضين، كل شيء، فنيين، كله إجا على المشفى ليقدم المساعدة. الحمد لله، فضل رب العالمين وجهود الجميع، يعني قدرنا، لو أنه بشكل إن شاء الله ما حدا قصر وبذل مو بس فوق طاقته، أكثر بكثير بكثير، نقدم يعني خدمات طبية وبشكل سريع جدا جدا، فتح أوردي، تدفئة المريض، تبديل ثيابه. الوضع يعني إذا بقول لك مقبول، مقبول يعني كيف مقبول؟ ما ظل هالازدحام، فينا نقدر نقدم خدمات أكثر بكثير من أوقات يعني ذروة الزلزال.
أنا اسمي خليل الصالح الصالح. كنا نايمين بالبيت ما شفت إلا البيت عم يروح ويرجع. قمت أنا تفزعت أولادي وطلعت، ما حسيت حالي إلا بالأرض، مطبوب علي الحيط، انكسرت أجري كسرين الحمد لله، وهلا حاطي لي صفايح وعملي لي جرح عملية مفتوحة تركيني. هذا إن شاء الله سليمين. إيه الحمد لله كلياتهم سليمين. شو وضعك الصحي حاليا؟ وشو عم تواجه صعوبات؟ والله بس اجري عم تجاني كثير، ما احسن حركه. كيف لقيت العلاج هون؟ كويس كثير كويس. معك أحمد حمشو من سكان مشروع بسينيا. حوالي الساعة 4 أثناء يوم الزلزال، حوالي الساعة 4 سهران ماني نايم. شعرت في الزلزال، أول شعوري إلي بهزة قوية، يعني ما شعرت بهزة ضعيفة أو هيك، من أول شعور بهزة قوية. قمت من محلي، العيال كانت نايمة، فاق وحسوا، رقدنا على غرفة الأولاد. عندي 5 أولاد، رقدنا على غرفة الأولاد. في غرفة الأولاد في مجموعة، فيها بلور، فيها هيك البلورات والهشرات ضبطة على الأرض مكسرة، يعني الأولاد فايقين من صوت التكسير. خبرت العيال، قلت أختي الولد الصغير، عندي ولد عمره 2، قلت لها ضبي فيه وركضي صبه بالدار. أنا صرت لملم بالأولاد الثانيين. بين ما لملمتهم ورقدنا صوب باب الدار، فتحت باب الدار، يوسف عليه السقف. ايه يعني ما لحقت تطلع. مين فقدت من عيلتك وشو وضعك؟ ايه هون بالهزه الثانيه مباشره، يعني وصلت على باب الدار الهزه الثانيه، طلعت بالهزه الثانيه كان السقف سلت علينا. بالوقت بعد ما سلت شي بربع ساعه تقريبا هون، يعني سلت صرنا نكبر نتشاهد، يعني لحظه يعني واحد تعطي فشل كبيرة. فقط من عائلتي، زوجتي وصبية، وفي عندي بنت مفقودة أحد الأم لقيتها، وطلوا معي بنتين. إيه بعد 24 ساعة هي طلعت. كيف وضعك الصحي حاليا؟ الحمد لله. احكي لنا عن وضعك الصحي، شو عم تعمل؟ هلا أنا إصابتي في يد اليمنى هرس عضلي شديد، ورجلي اليسرى كمان هرس عضلي بس اخف من اليد. بيدي يعني عدم شعور، هلا ايدي اليمنى عدم حركه وعدم شعور فيها. الرجل اليسرى يعني شعور 50-60% حركه لا باس فيها. كيف عم تلاقي العنايه؟ والله الله يجزيهم خير، مشكورين، ما حدا بيقصر. أنا اسمي إبراهيم حمشو أبو محمد، أخوه للمصاب أحمد حمشو. صار الزلزال عنا في البلد في حيرم، اللي أخ ساكن بسينيا، طلعنا على المشروع بسينيا، اتجهنا على المشروع وصلنا نشتغل. في البداية ما في تركسات، صرنا نشتغل عمل يدوي. بعد 4-5 ساعات أجوا الآليات، أجوا تركسات، صرنا نشتغل، يعني الدفاع المدني كله صار يساعد. العالم تحفر في الأزمات، تحفر في الكريكات حتى تصير مساعدة للخلق، لأنه الإمكانيات عنا ضعيفة. يعني بالنسبة للدفاع المدني الله يعطيه العافية، ما حدا قصر، صار في مساعدات من العالم كلياتها. بالنسبة للشعب صار في مساعدة جبارة. كيف حال المرضى بالمشافي حاليا؟ حال المرضى يعني الخدمة في المشفى كويسة، والأطباء والكادر الطبي، بس الشيء يعني كيف بدي أقول لك، قليل أدوية، شغلات أسرة قليلة، لأنه صار في مرضى كثير. هلأ صار في مراجعات على المشفى، يعني صار في هذا، صار في بعد الزلزال صار يجي كثير مرضاني، هذا صار يبين هلأ هذا مكسور، هذا مرضوض، هذا كذا،
الامكانيات بالنسبه للمشفى هون عندنا مشافي عندنا في المحرر ضعيفه يعني ما في. فيعني نحن بدنا نشكر اداره المشفى والدكاتره اللي قائمين على هالمشفى، الاطباء الممرضين الكادر كلهم، ما حدا قصر في المشفى طاول. اشتغلنا في مشفى سامس في إدلب أكثر من 30 إصابة من اليوم الأول للزلزال. طبعاً أغلب الإصابات كانت عبارة عن إصابات جراحة عصبية إضافة إلى تنازلات هرس ومرضى دخلوا بقصور كلية واحتاجوا جلسات غسيل. هلأ بعد أكثر من 10 أيام من الكارثة لا زال في مرضى بتحولوا لعنا مشان موضوع متابعة إصابات نادرة مثل الجراحة العصبية والجراحة الوعائية، ومرضى بحاجة عناية. بعد أكثر من 10 أيام من الزلزال ما زال تجينا حالات مشافي ثانية اللي توفر عدة اختصاصات نوعية حالنا بالمشفى مثل الجراحة العصبية والجراحة الوعائية. هلا أغلب إصابات المرضى كانت عبارة عن إصابات ردود رأس وكسور فقرات يحتاج داخل جراحي من الجراحة العصبية، بالإضافة لمرضى تنازلات هرس في الأطراف العلوية والسفلية، ومرضى يحتاجوا جلسات غسيل، مرضى كان عندهم أزيات رئوية يحتاجوا تفجير صدر، بالإضافة لأوضاع المنفسة. يعني أغلب إصابات المرضى كانت عبارة عن إصابات جراحة عصبية ردود رأس بالإضافة لمنزوف وكسور جمجمة، أزيات عمود فقري بالإضافة لأزيات صدرية متقدم رئة وريح صدرية، بالإضافة لإصابات العظمية والوعائية. كنا نايمين فقنا عن صوت الزلزال، انزلنا لتحت وما بقى بصعد شي خالص. وقت الفقد كانت الساعة 2 الظهر وما طلعت لبعد العشاء. اول شي اخدونا على ارمناز، من ارمناز حولونا على سلقين واجيت لهم. احكينا كم ساعة ظليتي تحت؟ 18 ساعة. شو سويتي بهدول 18 ساعة؟ كنتي صاحية؟ انا ما صحت للساعة 2 الظهر. انتو تحت الامطار كنتي صاحية؟ كان في حجار يوقع فوق راسنا وريحة مازوت كتير تحت، و انه يعني كتير ضغط يحفر ويزد الرمل فوق المنا. وهيك صار ما طلعنا لأيام، وحجار كتير وقعنا صبتين فوق المنا. كنا انا وجارنا تحت الارض طلعوا نسواجنا لهون. حدا كان معي من اهلي؟ ايه كان ابويا بس انا ما شفته. ما بعرف كان بالمشفى عصاص. والله يا روحي أنا في بيتي صارت هيك الزنزالة، بعد ما هيك راحت صرت أصيح يعني لبنتي ألا يعني أخواتك اثنين في حارة يا بنتي، والله واحد منهم صابوا شي. إيه
بتقول لي يا أمي صلي على النبي. قال يا بنتي والله قلبي خبط، واحد من أخواتك يعني إنه صابه شيء، بيقولوا لي صلي على النبي. صليت على النبي، جيت راكده من الفوار لعند بيت ابني، يعني جيت راكده لعند ابني بنايته طيبة في الأرض، عرفت؟ إيه صليت على النبي، استهديت بالله، الحمد لله رب العالمين. شو وضع الأولاد هلا ومين استجاب لك؟ جيت أصيح، يعني أصيح ابني، أول شيء رد ابني وكانتي علي، اثنين ردوا علي بس صوتهم غميق غميق. ثاني يوم الأولاد صوت، يعني ثاني يوم ضلوا يعني صوت الأولاد. إيه إجا الله يوفقه أبو أحمد رئيس المخفر وقتها، إجا وعنصر معه وقاموا طالعون، الحمد لله رب العالمين، الله ما قطع. شو وضع اولادك والاطفال؟ اولاد ابني هذول؟ والله يا روحي يعني من عائلة ابني بس هالبنت وهالصبي طالعون، الحمد لله رب العالمين، نشكر رب العالمين. وسلفتي اولاده يعني من عائلة نبات جنيد رحلنا 22 شخص. شو وضع العائلة وضع الاطفال هلا؟ الحمد لله رب العالمين، والله المشفى ما مقصر، الله ما صلي على النبي عليهم والله يوفقهم. ماشي الحال. نعم شو في عندكم نقص؟ يعني نقص ايش؟ شو لازمكم؟ شو عندكم نقص؟ شو كثير؟ والله الحمد لله ما ناقص شيء، بس اهل الخير يعني. بسم الله. انا مرت عم لها والطفلتين ليله الزلزال، هن بيركين مشروع بسنيا. نزلت البنايه مكون من 4 طوابق، هن بالطابق الارضي. ضلوا 24 ساعه تحت الانقاذ، بعدين الحمد لله ثاني يوم طالعوا وين وحالته المأساوية، جبناهم على المشفى والحمد لله الكادر الطبي ما قصر حرام يعني، وعم يتلقوا علاجهم والحمد لله، نتأمل من الله إن شاء الله خير. كيف وضع المشفى من بداية الزلزال هلا؟ الحمد لله كويس والله، الله يجزيهم خير كلهم والله. ما كان زحمة؟ في 1 2 3 تفضل. زحمة طبعا بالبداية، شفت أول يوم الزلزال وثاني يوم زحمة كثير يعني، أنا ما كنت هون معهم، مطالعين من المشروع جايبينهم لهون، جيت لقيتهم يعني بقد الزحمة اللي ما في مطرح يتنون على الأرض. والله الوضع مأساوي يا حجي، الوضع هون عندنا مأساوي كتير يعني، وفي يعني في الحمد لله أهل خير، بس لحد الآن ما في كفو يعني، يعني الكفو للعالم ما في، وهالعالم كلياتها هون يعني بدها كلياتها لسه لهلا بدها شغلات كتير ناقصة كتير كتير يعني، حتى لا طاقات شمسية لا أكل، الناس عم تجي للعالم كتير زيادة هون، والعالم كلها تهدمت بيوتها راحت بيوتها يعني، عرفت شلون حجي؟ ما ضل يعني ما ضل العالم، انتهت بنوب العالم، العالم بلشت من تحت الصفر هلا، يعني اللي كان صفر هلا من تحت الصفر. شو هي اهم احتياجاتكم هون برغم القساوه البرد يعني اهم الاحتياجات مع بالليل درجات الحراره عندنا؟ والله بدنا بهمنا التدفئه، بهمنا الاكل، بهمنا الشرب، بهمنا المي، بهمنا هالارض هيك تصير هون، العالم يسووا لنا شلون بهمنا فيها هلا، صار كل زبايل هون، صار كل وخام يعني، صار كلياتها شغلات هيك، هي كلياتها بتهمنا هاي الكهرباء يعني، لانه الليدات، لانه بطاريات كهرباء، لانه خزانات مي لهالعالم تشرب تقي منها يعني، لحد الان وصلتنا هاي. تقريبا كم عائله عم تقعد بالخيمه هون؟ وانتم شو اهم احتياجاتكم بالوقت الحالي؟ يعني هلا تقريبا ما في خيمه الا في عائلتين، اقل خيمه يعني في عائلتين، واهم احتياجاتنا هلا المد مشان التدفئه، مشان الكذا، المد، الفرش، الكذا، الصوبيات يعني، هاي اهم شيء هلا عندنا. كيف عم تدبروا اموركم هلا؟ كيف عم تدبروا؟ والله اللي عم يدبرنا الله رب العالمين، هو عم يدبرنا الحمد لله يعني، عم يساعد كلياتنا يعني، اللي عنده ربطه خبز عم يوزع لجاره، اللي عنده رغيف زايد عم يعطي جاره، وعم ندبر بعضنا، والله عم يدبرنا الحمد لله. الله سلامتك، الله يسلمكم يا رب.
كنا نايمين كلياتنا وهي فجأة الأرض صارت تهتز فينا وحسينا كتير خوف. الأطفال صاروا كمان كتير يخافوا. حاولنا نهديهم بس ما قدرنا، يعني حتى نحن كنا خايفين. طلعنا من البيت ندون يعني أخذناهم طالعناهم طلعنا نحن، كان يعني هي قعدنا هون لأني ما بقى في إنا ملجأ. يعني بيتي أنا حيط انهد يعني، والطابق رابع ما بقى يعني غير صالح للسكن يعني. ونتمنى يعني إنه هيك يكون عنا بيت نتقوى يعني لحتى نعيش حياتنا الطبيعية بشكل مستمر يعني. كيف وضعهم في مركز الإيواء؟ يعني هو مركز إيواء غير لما بيكون بيت لحالك أنت، يعني أكلك شربك كل الأمور هاي الاعتيادية تكون إنه لحالك. أما هون كل شيء مشترك غير لما بيكون أنت مركز إيواء، يعني ما يعني في ناس فاعلين خير عم بيحاولوا يقدموا لنا القدر المستطاع. ايش اهم الاحتياجات اللي محتاجينها؟ اكثر شيء بطانيات، يعني عم ننام على الارض على السجاد ما في بطانيات. الاحرامات دائما بيكون عندنا نقص، يعني عم نحاول نامن للاطفال من يعني منضل برا، يعني حتى عم ننام انه الغطاء اللي علي بس. يعني أكل وشرب كمان عم بيكون في نقص يعني أحيانا. هالأمور هاي كلياتها. والله كنا نايمين وش الصبح حسينا بهزة قوية، لبين ما طلعنا من البيت ولبين ما نزلنا يعني شلون عشنا وشلون يعني نزلنا وصلنا لبين ما طلعنا لبرا كانت حالة صعبة للغاية. وأنا ما عندي خمس أطفال، وهلا خمس أطفال ما عرفت شلون بدي طلعهم وقتها. يعني هون أنا أكلت إصابة بكتفي وإصابة براسي، ووقت اللي نزلت هنيك ما حسيت حالي وأنا لا أنا عم بنزف. وقفنا بالشارع وكان الجو كتير صعب، حالة من يعني من الرعب والخوف. يعني أنا هون بين الألم وبين ولادي بالشارع عم بصرخوا وبعيطوا، يعني ما بحسن أوصف لك أكثر من هيك. يعني الواحد وضعه كتير كتير صعب يعني للغاية. قلت لي إنه بيتك تهدم، تهدم بعد ما طلعتوا منه نزل على الأرض خالص؟ لا، أنا لما كنت بالبيت البيت عندي الباب ما انفتح معي بسرعة رأساً، جيت أنا عم بفتحه خلعته خلع وكان البيت قدامي عم بنزل، الحيطان كلها عم بتنزل قدامي. البيت ما فتحته ونزلت طلعت أمنت ولادي. وقت الهزة الثانية طلعت لحتى أجيب جاكيت إلي وباقي الشخصية وثبوتياتي، صار الزلزال الثاني الهزة القوية. هون أنا اتضررت أكثر، طلعت طب الحيط علي، هون ما بتحسن أقوم، ولادي صاروا يصرخوا ويعيطوا. كان البيت هيك عم بيعمل يعني حركة فظيعة، بعمري ما حسيت بهيك وقت يعني صار ولا يعني صعب صعب يعني لحظة يعني مأساوية. ايش اهم احتياجاتكم هون بمركز الايواء حاليا؟ والله مثل وضعنا يعني بحاجه لكل شيء، لمبالغ ماليه، لايواءات، للباس، لغذاء. يعني هون نحن متضررين يعني مشردين، صرنا بالشارع لا مأوى ولا اكل ولا شرب وحياه صعبه. يعني كنا بالحرب عانينا وهلا بالزلزال عانينا اكثر، يعني شردنا مرتين. صرتوا هلا 10 ايام هون. ايه هون ايه ما نبين اذا بتطلعوا على بيت والله على موقع. العلم عند الله، يعني كل هذا علم عند الله. بس حالياً إيه هون مع العائلات هون كلها وكل العوائل المتضررة مثلي وغيري كمان. كنا نايمين ما لقينا إلا الأرض عم تهز. ركضت على ابني حملته، يعني قريب الصبح 3-4 الصبح، ما بعرف قد ايه الساعة كانت بالضبط. حملت ابني صرت كبر وقول الله أكبر، فقت عيالي حملت البنت وركضنا. ما لحقنا نطلع من الغرفة باتجاه الكوريدور إلا بلشت تطبق البنيات. هنيك عنا قطاع سوق الهال جنديرس
عندنا شو 10 15 مبنى جنب بعض، وكلياتنا تقريبا من الغوطه الشرقيه، من مهجرين الغوطه الشرقيه. كلياتنا رايب، يعني مو قريبي صديقي، مو صديقي اخي وابن عمي، كلياتنا هيك. هون بهي اللحظات نحن ما منكبر، واخذ الولد خايف على اولادي، وعيالي خايفه على بنتها. ركضنا بدخلتنا على الحمام، يعني ما بنلحق، ثواني هي الشغله صارت. بعدين شو صار ما عرفت، رميت هون طبقة البناية، ما عرفنا شو صار يعني. ولا صحيت، صحينا على التكبيرات وعلى الصوت. بعد فترة قليلة يعني ما لقيت عيالي، ما لقيت، عتمة ما شايف شيء. عم بسأل وينك، وين البنت، الولد. طلعنا هيك تحت الردم كلياتنا، بلشنا نعيط للعالم. فكر الواحد بنايته هي بس الهابطة، يعني ما بفكر انه البنيات كلياتها متدمره تاري وما لنا عارفين. لبعد ساعتين لصحت العباد، يعني اللي انتخى واللي اجى بلش طالع بهالعباد. طالعوا اول شيء، اسهل شيء مطالعه يعني بالطابق الرابع، طالعوني انا وعيالي واولادي، اسعفوا اولادي وعيالي. الحمد لله انا طلع ما فيني شيء بفضل الله. طلعت ركضت عمي، اولاد عمي، يعني اول شيء الواحد على قرايب. انا وطالع ولا لقيت عيله، والله لقيت مره بتختنق هي وجوزها. فضيت عنا على السريع، طلعت لها بس تمه يعني مشان تاخذ نفس، وادلاق شلت عنه البطون والحجار والبلوك. الرابع اسهل شيء يعني كان بالمطالعه، يعني هو لقينا على الوش. كم شخص راح من عيلتك؟ طالعته معلم، نحن استاذ راح من عيلتي لحالها 50 شخص تقريبا، بس من عيلتي. ها ما يقارب، عم بحكيك عن بلدي، من بلدنا معلم، من بلدنا، من مهجرين الغوطة الشرقية تحديدا، من حرستا يعني هون قاعدين. راح معلم من 200 عيلة لل 230 عيلة. طيب عيال، الأوضاع حاليا بالمخيم هون ايش الوضع؟ الأوضاع بالمخيم الله يفرجها، يعني رجعنا حالة الصفر. اللي كان عنده سيارة راحت، واللي كان عنده ولد راح، واللي كان لك ما عاد بدنا هالدنيا، ما بنعرف، ما بنعرف يعني الله يفرجها. يعني كانت يمكن طلعتنا من الغوطة لهون أهون من هذه الكارثة صارت معنا. هاي كارثة عم بقول لهم والله العظيم، هناك طلعتنا من الغوطة لهون كان أهون من هاي الشغلة. أهم الاحتياجات هون الناس محتاجتها يا أخي، يعني طلعنا من الموت، الله الله، بعد اسمه كرمنا نجانا من الموت. عيال ماتوا، أولاد عمي ماتوا، اولاد اصدقائي ماتوا كلياتهم. هذا احتياجاتكم احتياجات 1 2 3 تفضل. الاحتياجات بالمخيم يا اخي، بده الواحد لبس، بده شيء يغنيه عن اللي كان عنده، يعني اقل التقدير. يعني شو بدي احكي، بدك مأوى ضبطه منيح، بدك تردم الارض، بدك ما بعرف. يعني انا مالي عرفان لهلا من الصدمه، مالي عرفان شو بدي، عرفت شلون؟ لا سلامتك. كيف عم تدبروا أموركم هون بالمخيم؟ هلا أمورنا بالمخيم، يعني نحن وأهل الخير ساعدنا حتى ضبطنا هالكام خيمة هدول، وإجوا العالم الله يجزيه خير اللي جاي مخيمات، يعني خيم هلا إسعافية هي بيقولوا لها، لا يقدروا لنا إياها، وقال بضبطوا لنا وضعنا أكثر من هيك إن شاء الله. كنت نايمي انا، ما حسيت، البنات يفيقوني يفيقوني ما حس. بعدين شحطوني وشلفوني برا لحتى حسيت. قمت بهاي وطلعت حفيانه، ما حسيت حالي، وطلعنا بالمطر، يعني بالمطر طلعنا، ما نعرف شلون نطلع، ما نعرف شلون نلبس، حتى يسهل علينا زلمه حتى طلعنا. الاولاد يبكوا، وعندي كنت عندي طفلين صغيرونين كمان يبكوا، طلعوا حفيانين. أسدناش بدي أقول لك، يعني وضع سيء كثير سيء. أنا ولم الأمشي دوخ يعني فيها، أنا دوخة ترى، ودعنا ما بسمع فيه. ليش؟ لأنه تعبت من هزي، تعبت.
يعني حادثة سيئة كثير. بعد الرعب من الهزة صار مداناتك ما عاد تسمع سكرني فيها وصار في دوخة عندي. ما عاد بسمع فيها هلا، هلا مو بتحكيني انت، انا ما بسمع زيادي وبدوخ دوخ. من بعد الزلزال هذا الشيء صار من رعبي. من رعبي والفزع، فزع ورعبي. وعندي كمان بنت الثانية هلا جاية على جعلنا وما ضلت تشكي علي. انتوا اساسا نازحين لهون وصار عليكم كمان الزلزال؟ ايه صار هالزلزال هذا، نحن قاعدين بدار على العظم كلياتها مفصة، كلها مفصة. وايش بدي اقول لك يا خيي، ما ايش بدي اقول لك، يعني شغلتها سيئة كثير، سيئة سيئة كثير. ليك هذا لباسنا، هذا لباسنا تدفئة، يعني سيئة تدفئتنا كثير كثير سيئة، يعني حالتي بالويل. طب الأطفال اللي هون كيف وضع الأطفال، أحفادي كيف أوضاعهم؟ يعني شوي ماشي حالنا، نص على نص الأطفال، نص على نص. خصوصاً هلا مع يعني صار وقت الزلزال مع هاي سوء الأحوال الجوية، أول يوم مطر وبعدها يعني هلا هاي شوي صار شوي الدفى يمكن، بس بالليل عم يصير برد. والله بالليل عم نبرد يا خيي، والله عم نبرد بالليل، يعني عم نبدأ كثير بصير عندنا سقعة، سقعة كثير، يعني التدفئة يعني قليل شوي. والجو بتعرف انت يعني دار العظم بيردي بيردي كثير، يعني قالت الحكاية حالتنا سيئة. صار رحنا كنا بالبيت قاعدين نايم، كنا بدي نام، انا فايقه كنت عم رضع بنتي الصغيره، وبس بحس انه الدنيا عم ترعد وشي، يعني جد منظر رهيب. فبقوم صحي جوزي، بقوم بدي انه لوقف معه من حسين، تروح الدنيا فينا وبتجي. احنا بيتنا طابق ثالث عالي يعني، وما في جنبه شيء، والدنيا تهوي فينا. فما بقى ضبينا ببعضنا وقعدنا، صرنا نوحد الله ونبكي. الحمد لله رب العالمين، طلعنا من تحت ال يعني وقفت الهزة، نزلنا لتحت تحت المطار، ما في مأوى لنا، نزلنا قعدنا تحت المطار لبين ما الله هيك يفرج علينا. وبنسمع انه بنايات تهدمت، كل بناياتنا بأرمناز تهدمت، وفي عنا يعني حتى ضحايا يعني بنعرفهم ماتوا. الحمد لله رب العالمين، الله يرحمنا جميع. الوضع قاسي جدا، يعني العالم كلياتها عايشه مع بعضها مهجره، يعني 4-5 عيال نفس البيت، 3 عيال بنفس غرفة بتلاقي، والأطفال عم يصيحوا وبيعيطوا، يعني ما في مركز إيواء الناس تقعد فيها. هدي العالم اللي راحت بيوتها ما في مكان يعني يقعدوا فيه يقولوا، يعني نحن مثلا يعني وحدة، حتى وحدة تفرقت عن جوزها عن ولادها بسبب الوضع، النساء قاعدة لحالها بالجوامع، الرجال برا، يعني ما في يعني بدنا نحن إن شاء الله إن يتأمن شيء لهالعالم، شيء ولو بسيط، يعني يتأمن مراكز يعني يعوضا عن الشيء اللي راح، وطبعا ما في شيء بيعوض عن الشيء اللي راح، ولكن ولو قليل ان شاء الله. طب ايش بتحبي توجهي رساله للناس اللي عم تشوفي؟ انه كل انسان فاعل خير بيطلع بايده يساعد هالعالم المحتاج، العالم اللي راح للولد يتيتم عن امه، الشاب الولد اللي راح له راحت امه وهو رضيع، يعني هالعالم العالم اللي عايشه وعائلته ولكن ما عنده بيت توقي له، بريد من هالعالم انه توفر ولو سكن للعالم مأوى غذاء ايش من كان، المهم كل انسان فاعل خير يعمل شيء اللي بيستطاع له ان شاء الله. والله يا أخي كنا نايمين الساعة 3:30، ما سمعت، أنا كنت نايم يعني عمل وجوزي وولاد يعني صغار، عنا أولاد ابني كلياتهم نايمين على جنب، ما شفنا الأول هزة تاني هزة، أم شهرين جتنا هزتين يعني أخذناها طبيعية. بعد وقت القوة صار السقف كلياته يروح فينا ويجي فينا، نحن دار يعني قديمة بس ما قديمة كثير عادية، بس نحس بالسما كله بده يمشي فينا. ابن ابني مفجي كان تقريبا يعني بوجهه
ما أنا لبست على بيتي وطلعنا لقينا الشارع الكبير كله مليان عالم وخلق. الناس تجي لعندي ناس تطلع لبرا وهي عم ترجف وهي نزلة هيك وهي نزلة هيك، يعني كلها اخواتنا ومنعرفين اللي يعرفونا. عاشتك بها الخلق وبرك عندي يعني عبيت الانصابة بركنا كلياتنا والعبي الشيخ تحته والعبي طالع هيك وال يعني حالات طاول طاول وهي من رب العالمين ما من زعل. عرفت كيف؟ من رب العالمين يعني كلياتنا عايفين حالنا. كم بيت تهدم للناس اللي بتعرفيها؟ الناس اللي بعرفين بيت ابني بالحط بيت جنبه فوق الحيطان ودار بيت الكيال يعني مالت عليهن طقطق السقف وطلعوا الساعة 4:30 راحوا ناموا فوق بالمخيمات. ونحن اللي بنات المقابلنا رجوا هلا عم يعملوا له عواميد خفنا ما تقلب علينا. دارنا واطي يعني دارنا واطي ومن الخوف انا معي القلب ومعي مرض وهيك انا والحجي صرنا نيجي ننام هون سجلونا هون صرنا نبرك هون بينما الامور يعني تركز معنا. كيف الوضع حاليا هون بالمخيم؟ ايش يعني زحمه وبده شكات واغراض وباركين بالبيت فوق على العتم سرقوا لي اغراضي ما تنتقى جديد على الحاره البطاريه معي يعني وسرقوا لي غرضين ثلاثه وطشت نحاس وحي غريب ما بنعرفه مين هو والله اللي سنه ونص على العتم بيركي. طيب ايش ناقصكم هون بالمخيم؟ هون من لبس انتشاكات تدفئه انتم كريمين وهالشعب بيستاهل. هلا بنتي ليكا عندها 9 اولاد، بنت عمي عندها 9 اولاد اجروا يعني معاقه يعني بيت زكي البرشه. عرفت كيف؟ ابني جوز بنتي اموره من الدوره كان بلبنان اجى لهون ليك 9 اولاد هلا جابوا له حليب وبنيتين انهزت شوي عند ابو جدعان. يعني امور العالم تعبانه، اولاد بدها البسه، بدها اغراض، بدها تدفئه، بدها شغلات. اذا بيمكن منكم انتم كريمين احنا بنستاهل. بنطلب الفرج من الله، عرفتوا كيف؟ والله محتاجين كل شيء بلا مؤاخذة، برد قتلنا، ما عندنا مثلا المخيم كلياته هلك، غذاء ما في، بدنا سلات، بدنا تدفئة، بدنا بتعرف انت انا والله كلها مرضانة لان البرد والله العظيم صار لي 3 ايام ما قمت شكوى لله يا رب. وهذا الشيء على قريب انا بيهوج علي على الرطوبه، فهمت علي شلون؟ اي ما في من هون لهون بتحرك منه اذا ما بخيت هيك وما فيهن يعني ما عم يحطوا نقطتين ثلاثه 25 ليره ما نعب لحق الشك ولا الله من عدا حبه ضغط من عدا حبه التهاب من عدا حبه دسك. الحمد لله رب العالمين يعني انا احنا طلعنا نزحنا وانا مرض الله كلياته جاني وبنا اذا كرموا علينا بسيوله كمان ما يلحقنا الاجر والثواب من هالاطفال من هالعالم من هالشيء يعني بتعرف انت الوضع. والحمد لله اجت علينا هالعالم لفيناهن وطفي ما دفيناهن مثل ما بيقول وان الاجر والثواب يعني ما روبنا بحدا. يعني انا مره مرت اخذني ارمله وعاجزه يعني الناس هون ايش محتاجه كلياتها ايش ناقصها؟ محتاجه غذائيه اكل، محتاجين مثلا تدفية، محتاجين مصاري، محتاجين مدادات، حرامات، حصر. العالم بدها تتاوى يا ابني، ضغطنا قاسي قاسي بشكل قاسي. أخي الوضع بالمخيم لحد الآن ما صار لحد الآن بيوت وخيم للناس كلها، والوضع هون اللي احنا أهل الغوطة الشرقية محافظين يعني ما بتناسبنا الخيم، يعني هي حالات إسعافية
والله يجازي كل واحد الخير. هون كل واحد له خيمة ولا كيف لسه الوضع بالمخيم؟ لا هلأ إحنا 370 عيلة في 90 خيمة بس. هلأ أنا واحد من الناس ما استلمت خيمة، أنا ضليت أنا وابني بس، زوجتي وبنتي راحوا بالزلزال، أخي ومرته كمان راحوا، ابن عمي ومرته وولاده كمان راحوا، ابن عمي الثاني ومرته وولاده كمان راحوا بالزلزال. يعني سبحان الله العظيم، الله يفرج عن جميع. شو احتياجاتكم؟ كل شيء. واحد طالع من تحت الركام شو بدها تكون احتياجاته؟ كل شيء. يعني لا ضل آلية نركبها، لا ضل سيارات، لا ضل لك موتور نركبه ما ضل. بالنسبة لهون أحوال الناس بالمخيم بشكل عام، احتياجات الناس بشكل عام خصوصا انه شتوية ودرجات الحرارة بالليل، يعني لحد الآن ما في تخديم كامل بالنسبة للمخيم. لحد الآن التدفئة مو موجودة، الغذائيات مو موجودة بشكل كلي. يعني لحد الآن الناس طالعة من تحت الركام ومو عارفانة شو بدها تساوي. يا أخي أنا انتقلت من داري كلها شققت وعم تهدم علينا، وطلعت بركت قاوتني هالحرمة عندها وهي ما عندها خيمة، وهي عم تشحد بالطعمينة بتلملم من هون ومن هون بالطعمينة، وأنا عندي 6 أولاد، أنا وجوزي 8 وجوزي معاق وما في شغل، وحياتنا يعني بس إنه رايدين إنه تدفئة أكل، إنه أهم شيء هسا الأكل. الاكل ما يعني ما عم نحسن، ما عندنا شيء نصرف ناكل. يعني حضرتك طلعتي البيت تضرر بالزلزال؟ تضرر بالزلزال ايوه. انه كان اني خيمه لهلا ما عندي خيمه، لا عند الناس بالاساس اني قاعدين بالمخيم. ايوه هن باركين بالمخيم وقاونا بخيمه، يعني والخيمه ما انه هن باركين فوق بعضين، الخيمه انا ما لي، يعني ما عندي خيمه ابرك فيها ولا لي قدره اشتري خيمه، يعني هذا وضعي. وعندي 6 اولاد وتدفئة والله مرضوا، بركنا تحت أول نهار بالزلزال بركنا تحت المطر، ضلينا نهارين باركين تحت المطر، شافتنا الحرامة وقاوتنا بخيمتها وباركين سوا، نفس خيمة ننام سوا نبرك سوا كل شيء سوا. والخيمة هي هي الله يساعد الحرمة ما عنده شيء تاكله للطعمينة، عم تلملمها من هون من هون وبتعيشنا نحن وياها، وجوزي عاجز يعني معاق. نحن مهجرين من مدينة حرستا، فوق التهجير الحمد لله اجانا هذا الزلزال، الحمد لله رب العالمين على كل حال. وشوفت عينك بهالمخيم، يعني كل اربع عيال قاعدين بخيمه، لاحق البرد والهم والتاثير، الحمد لله على كل حال. يعني بدنا خيام، نحن ما نحاسين نقعد بخيام، عرفت علي شلون اخي الكريم؟ الله يفرج يا رب. طب كيف وضع التدفئة بالليل، درجات الحرارة والله درجة الحرارة تحت الصفر، يعني برد كتير برد. وين الأولاد؟ وين نحن؟ يعني بدنا حرمات، بدنا بيوت، لك بدنا شيء قوينا، يعني بيوتنا راحت الحمد لله رب العالمين، يعني ليك ما وعينا طلعنا، هيك طلعت أنا ومرتي وولادي الحمد لله رب العالمين، الله يفرج يا رب.